عبر اذاعتي غدا غد 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 اذاعتي غدا غد 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 انه احنا حاليا هاشتاج ستار اكاديمي بيست كابل صار من اكثر 10 كلمات متداوله عبر التويتر حاليا في العالم كله. ايوه يا كابل عيدة عبر يعني كسرنا العالم وكسرنا الدنيا من احلى 10 مقالات تداولت في تويتر ففخر لنا وصفقه صفقه. اخيرا وليس اخرا بعيده هاشتاج ستارك هاشتاج بيست كابل من 10 حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد ومي وخضره وفي ما في احلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. تصبح خير احلى ستار اكاديمي في العالم.